المصورين اللي شاركوا معنا في المحمية طبعا كان لهم جهد كبير في التصوير في المحمية في منطقة السفاري والحديقة، وطبعا احنا سعداء جدا بجميع المصورين طبعا اللي شاركوا معنا 50 مصور، واحنا دائما احنا حريصين ان احنا نشجع المواهب في قطر سواء كان تصوير او منتجات او اي شيء قاعدة خدمة الجميع في ظل قيادة حكومة قطر. حفظ الله قطر امينه وحكومته وشعبه. طبعا حاليا في كلمه استاذ عارف. السلام عليكم. اتكلم بالانجليزي وبعدها بالعربي عشان يكون السمعتان موجودين. First of all, thank you very much for attending this event. We will announce the winners, but to be honest, we've seen many beautiful photos. Unfortunately, we have to choose another. Doesn't mean that the other photos are not good. It's just our preference. But thank you very much for all the photographers for their participation. And beautiful images, I know that you've done a hard work. Okay? We'll announce the winner, inshallah, within minutes, okay? طيب شكرا لكم جميعا على الحضور. النتائج اللي احنا نعلمها مو معناته ان بس الصور الاخيره هم الصور الجيده، لا فعلا فعلا الصور وايد حلوه. صعب علينا ان احنا نختار، بس لازم نختار، يعني لازم نختار ثلاث صور فقط. طبعا انا اشكر كل اللي شاركوا وصوروا مجهود رائع، وطبعا انا اشكر استاذ محمد على دعوته الكريمه لنا وعلى المحميه الرائعه اللي تكبر العبر المنطقه كلها، يعني مو في قطر بس المنطقه كلها. وان شاء الله نعلن. واحب اشكر بعد اخوي فاضل احمد الخيري اللي كان له دور كبير في تحرير الصور، وما شاء الله لنا تخصصا في الامور هذه والحياه المحليه، فله جزء من الشكر. ابو احمد احنا نعلن الفوز. زين الحال وين تو اناس فور ذا وينرز ناو. اي ويش فور ذا لاكورد لاك فور ايفري بادي. The third winner, number three, Mr. Yunus. Okay, come to him. Where is he? Is he here? Okay, somebody from anybody can come? Mr. Yunus. Okay. Okay, there's another prize. Can I take 1 minute?